السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس اليوم هو خلاصة تجربتي في أفضل إعدادات الريندر اللي سهل علينا وتوفر علينا وقت كتير، والريندر تايم ممكن يكون من 5 دقايق يصل إلى 5 ثواني لو حد بيعمل أنيميشن. فالكلام ده درس اليوم مفيد جدا، وهنشوف إيه هي أفضل إعدادات الريندر. احنا دلوقتي في ريندر سيتنج أو في ريندر بروبرتيز، فهنا في الريندر في حاجة اسمها نويز اتريشن. خلينا نعمل ريندر مباشرة بدون تفعيل بدون استخدام النويز ثريشولد. الريندر تايم كان 15 ثانية زي ما احنا شايفين، 15 او 24 ثانية، لكن مع استخدام النويز ثريشولد 0.1 الريندر تايم الريندر تايم أصبح 13 ثانية تقريبا، نص الوقت. الكلام ده طبعا هيكون مهم جدا لو حد بيعمل ريندر لي أنيميشن. خلينا نشوف الإعداد التاني اللي هو الدي نويز. في هنا 2 إعدادات، في الأوبن إيمج دي نويز وفي الأوبتكس. الاوبن ايمج دي نويز بيستخدم السي بي يو، والاوبتكس بيستخدم الانفيديا كارد. ايضا ده بيوفر وبيسهل علينا اننا ممكن نقلل السامبلز تكون وليكن 100 وينفعل الدي نويزنج، وده كده هيوفر علينا وقت في الريندر. طيب لو بنعمل ريندر لمشهد خارجي، فاللايت باس ممكن نقلله، هو الديفولت بيكون 12 فممكن نقلله يكون 2، وهنا برضو الديفيوز 2. وده طبعا هيوفر برضو عندنا في الريندر تايم، هيقلل الريندر تايم. طبعا زي احنا شايفين الوقت قل الى 8 ثواني. من الحاجات اللي بتقلل عندنا حجم الملف، وبتسهل علينا في برضو تقلل حجم البوليجونز، نستخدم الت دي وليس شيفت دي، او نستخدم الانستانس. يعني نستخدم وليكن عندنا شكل زي كده، اما اننا نعمل انستانس من كوليكشن، اد كوليكشن انستانس رينج 1. الكلام ده مش هيزود معانا اي حاجه في الريندر تايم طول ما احنا بنعمل الت دي. والحل التاني ممكن نختار عدة اوبجكت ونستخدم الت دي في الاكس، والكلام ده برضو مش هيزود عندنا في البروجرامز. من الطرق ايضا ان احنا نستخدم تيكت شارز، مش شرط لازم نستخدم تيكت شارز 4K او 2K، ايضا ممكن نعمل بيك للتيكت شارز او تيكت شارز اكتر من 2K. برضو لو عندنا اوبجكت عدد عناصر فيه، ولكن ده عندنا كده استخدام كده تقريبا 500,000 فيرتكس او الفيسز 500,000. ممكن نستخدم الديسيميت موديفاير ونقول ان الكولابس 0.2، فالفيس كاونت كان 503,000، فبعد ما نغير الريشيو 0.2 اصبح الفيس كاونت تقريبا التلت 189. ممكن نعمل ابلاي، الشكل ما اتغيرش ولكن عدد البولوجنز اقل بدرجه كبيره. طبعا ناخد بالنا ما نغيرش، ما نختارش الريشيو تكون اكتر من اللازم، لانه ممكن الشكل يتغير تماما. ده كان يعني اهم تيبس وتريكس ازاي خاصه بالريندر تايم واعدادات الريندر اللي ممكن توفر علينا وقت كتير جدا في الانيميشن.